خير على كل متابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان. لايف جديد معاكم من القسم الرياضي لموقع وجريدة أهل مصر عن أبرز الأحداث الرياضية في الكرة المصرية. وعندنا موضوعين النهاردة هنتكلم معاكم فيه، الأول خاص باتحاد الكرة والمجلس الحالي برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد، والخبر الثاني بخصوص أزمة إيقاف القيد في نادي الزمالك. نرجع كده سريعا لخبرنا الأول، بنتكلم عن أزمة في اتحاد الكرة المصري، وهو ما هي الأزمة؟ الأزمة متعلقة بموعد انتهاء صلاحية المجلس الحالي برئاسة جمال علام. كلام كتير تردد في الفترة الأخيرة إن مجلس إدارة اتحاد الكرة سينهي مهمته في شهر 8 المقبل بحلول انتهاء بطولة أولمبياد باريس 2024، لكن ظهرت بعض الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية أن هناك اتجاه لتمديد فترة مجلس الحالي برئاسة جمال علام حتى شهر ديسمبر المقبل. طبعا دي أزمة كبيرة بتواجه الكرة المصرية. البعض كان بيؤكد ودايما بيصبر على أخطاء اتحاد الكرة بأن خلاص الناس ما يفضلهمش في عقدهم إلا أقل من شهر على انتهاء صلاحية الفترة أو المدة التي يتولوا فيها مهمة إدارة الكرة المصرية، خصوصا بعد الأزمات الأخيرة اللي شهدتها الكرة المصرية وكان اتحاد الكرة طرف أصيل فيها. المجلس المفروض أنه بينتهي مدته يوم 14 أغسطس بانتهاء أولمبياد باريس 2024، لكن هناك طلب في الاتحاد الدولي لكرة القدم للتمديد لشهر ديسمبر المقبل. وطبعا هناك بعض الأشخاص الكبار المرشحين لتولي مهمة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي طبعا بنسبة كبيرة هيكون منهم هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا الرجل طبعا برضو في كلام كتير جدا ان هو سيكون المرشح الاول، وبدأ بالفعل التواصل مع بعض الاشخاص اللي سيتولوا هذه المهمة معاهم، سيتولى هذه المهمة معاه في خلافة جمال علام في الاتحاد المصري لكرة القدم. ده بالنسبة لهالة بريدة، ولكن بعض هذه الاشخاص يجهزون ملفات للتقدم الى شكاوي وتظلم على القرار الخاص بتمديد فترة المجلس الحالي. طبعا الفترة دي انت بتقول 3-4 شهور، ايه اللي ممكن يحصل فيهم؟ لا طبعا سيتم اتخاذ قرارات مصيرية في هذا الامر، مثل هل سيتم بديل فيتور بريرا اجنبي، هل سيتم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة وخلال ال4 شهور المقبلين قد يشاركوا بنسبة كبيرة في يتأكد مشاركة وتأهل المنتخب الوطني في كأس العالم، وبالتالي دي كلها أمور بينتظرها المجلس الحالي لاتحاد الكورة. عايز يمشي وهو موصل منتخب مصر تصفية يعني نهائيات كأس عالم، يحسب إنجاز للمجلس الحالي، وبالتالي هناك مشكلة على الأبواب ستبدأ بوادرها الفترة المقبلة بخصوص موعد انتهاء مدة المجلس الحالي برئاسة جمال علام. ده بالنسبة للأزمة اللي في اتحاد الكورة. أما الأزمة الثانية هي أن بعد تسريب أخبار من نادي الزمالك بتؤكد أن تم حل أزمة القيد والأزمة الخاصة بمستحقات خالد بوطيب النجم المغربي الذي لعب في نادي الزمالك، وتم فسخ تعاقده من جانب واحد من جانب نادي الزمالك، وحصل على حكم بأموال كثيرة جدا ضد النادي، وبدأ النادي الزمالك التواصل مع اللاعب ومحاولة تسوية هذه المستحقات وهذه الغرامة. وبالفعل نادي الزمالك أعلن تسوية هذا الأمر، ولكن في النهاية تفاجأ الجميع أمس أن الفيفا يؤكد أن ما زال إيقاف القيد عند نادي الزمالك متواجد، ولكن لم يتم حل الأمر حتى الآن. لما توصلنا مصادرنا لنادي الزمالك أكدت أن تم حل الأزمة وتسوية الأمر بشكل مؤكد، ولكن خالد بوطيب حتى الآن لم يبلغ اتحاد الكرة لم يبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بتسوية المستحقات وان الأزمة انتهت. لما سألنا نادي الزمالك اعتمد على خالد بوطيب ان هو اللي يبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن على الجانب الآخر خالد بوطيب تغافل عن هذا الأمر ولم يخطر محامي الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن الأزمة تم حلها.
وبالتالي نادي الزمالك خلال الساعات الجاريه يتواصل مع محامي خالد بوطيب ويتم التنسيق في هذا الامر، وخلال ساعات مش هيبقى في مشكله ابدا، وسيتم رفع اسم نادي الزمالك من ايقاف القيد. ده بالنسبه للخبرين معانا النهارده، اتمنى نكون قدمنا حاجه جديده لحضراتكم، وانتظرونا في لايف جديد في موقع وجريده اهل مصر.